الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يطلق مؤتمره العام الثامن في نواكشوط بمشاركة حوالي 100 مؤتمر يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي في البلاد. الافتتاح حضرته عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، إضافة إلى بعض الأمناء العامين السابقين للاتحاد. وأكد الأمين العام للاتحاد الحسن والبدو على مواصلة حمل هم النضال الطلابي ومواكبة مسيرة الحركة الطلابية الموريتانية، سعيا إلى ما سماه صون المكتسبات وانتزاع الحقوق. ومواكبة مسيرة الحركة الطلابية عبر تاريخها الحافل المسطر بدماء الخلود من خلال أعمال هذا المؤتمر الثامن المنظم تحت شعار بالوعي والنضال نصون المكتسبات ننتزع الحقوق، المتوج لمسيرة عمرها 16 عام من تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الناصع والمكرس لمؤسسية راسخة ضحت الأجيال على مر التاريخ بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها حتى نتفيأ مع ظلالها اليوم في حفلنا هذا. لقد تم التمهيد لهذا المؤتمر عبر انتخابات داخلية ثامنة شملت مؤسسات التعليم العالي الوطني، شارك فيها حوالي 5000 طالب من مؤسسات التعليم العالي الوطني كافة، انتدبوا حوالي 100 مؤتمر لتمثيلهم في فعاليات المؤتمر، وهو ما يمثل فخرا لهذه المؤسسة بجو الديمقراطية الرائع والتنافس الإيجابي والبناء. ويسعى المؤتمر العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إلى مراجعة النصوص الداخلية للاتحاد وانتخاب قيادات جديدة تواصل السعي إلى الرفع من مستوى الوعي وتكريس ثقافة النضال وفق المشاركين. يمثل هذا المؤتمر الذي نفتتح أعماله اليوم ويستمر على مدى يومين فرصة هامة لتطوير عمل مؤسستنا ومراجعة النصوص الناظمة لها وتجديد دمائها بانتخاب قيادات جديدة تسهر على حمل الراية ومواصلة المسيرة التي انطلقت قبل 16 عاما بسواعد أولئك المناضلين المؤسسين واستمرت بفضل وفاء الأجيال اللاحقة وإيمانها بالديمقراطية واحترام النصوص. ويأتي المؤتمر العام الثامن للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في ختام عام دراسي شهد العديد من الإضرابات والاحتجاجات الطلابية المطالبة بتوفير النقل وصرف المنح للطلاب في الخارج، كما عرف العام الدراسي احتجاجات لعشرات أساتذة التعليم العالي طالبوا خلالها الحكومة الموريتانية بتطبيق بنود الاتفاق الذي وقعوا معها قبل سنوات.